جانب يوم نختار لك سزور جاتوني ياسين خمسة موادر حسب الأرقام نادت لدي شريف ملايين ويتلذ لي ذات لحظة. التحية متجددة بكم مشاهدين الكرام من جديد وأشواطنا مستمر في هذا الصباح الجميل. ينطلق شوطنا السادس في تعداد أشواط هذا اليوم والخاص بمنافسة الجعدان إلى المقدمة مباشرة إلى الصدارة الأولى لنتابع المقدمة والمركز الأول سكر مصبح بسالم بن مطر الخصوني لبتبي بينما الغدوم مع المركز الثاني هذا المهلهل لأحمد بن عتيق المقعودي الفلاسي ينطلق مع ثاني المراكز بينما في المركز الثالث ياتي الغزال محمد بن عبد الله بن مطر الرميثي يتقدم في المركز الثالث بينما في المركز الرابع يتقدم الأبجر لحمد بن محمد بن سلطان الشامسي بينما في المركز الخامس يتقدم هذا عالي لحمد بن مصبح بن عبود الغفلي. هذه هي النتيجة للخمسة المراكز الأولى ولكن مصورنا يعطينا لفتة لبقية الشعارات الخلفية اللي لم يحين موعد دخولها ونداها ولكن العودة إلى مقدمة الشوط. المركز الأول اندفع عالي لحمد بن مصبح بن عبود الغفلي يقدم لنا عوايد ويبحث عن النقطة الثانية يبحث عن النقطة الثانية سلام لهالي ميدان اللبسة للمرة الثانية مع شعار بن عبود الغفلي هو ينتزع هذا الشوط. المركز الثاني الأبجر لحمد بن محمد بن سلطان الشامسي والمركز الثالث كان الوصول من سكر المصبح بسالم بن مطر الخصوني للتبي كان مع المركز الثالث. هكذا هي النتيجة للثلاث المراكز الأولى عودة مع التوقيت الزمني الذي تدون تحت إقدام اللي هو عالي توقيت الزمني دقيقتين وتسع ثواني. تهانينا لحمد بن مصبح بن عبود الغفلي تهانينا على انتزاعه للنقطة الثانية في هذا الصباح الجميل. انتزع شوطين من اشواط التصعيد بالفعل ليهدي اهالي ميدان اللبسة هذا الفوز والانتصار. تهانينا للجميع.